السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يظهر الشكل 3 شحنات موجبة. جد شكل المجال الكهربائي الذي تحدثه هذه الشحنات عند الزاوية 4 لـ 15، أي عند هذه الزاوية. المرحلة الأولى نسمي الشحنات، لتكن هذه Q1 وهذه R1، ولتكن هذه Q2 وهذه R2، ولتكن هذه الشحنة Q3 وهذه R3. المطلوب حساب المجال عند الرأس الرابع. هنا نرسم متجه المجال للشحنة Q1 في الرأس الرابع ولنسميه E1. نرسم متجه المجال للشحنة Q2 ولنسميه E2. نرسم متجه المجال للشحنة الثالثة وليكن E3. يأتي هلأ الحساب. إذا لاحظتوا رسمنا المتجهات بأطوال مختلفة من خلال حساب مقادير E1 وE2 وE3، بنشوف لماذا رسمنا الأطوال بمقاسات مختلفة. المجال E1 بيساوي لثابت كولوم في الشحنة Q1 ضرب R1 تربيع. R1 هي عبارة عن 0.60 بالمتر. الجواب النهائي بيطلع 150، بتعوض وبتحسب بالآلة الحاسبة بيطلع 150 نيوتن لكل كولوم. المجال الثاني E2 وتساوي لثابت كولوم في Q2 على R2 تربيع. R2 تربيع هي عبارة عن صفر، فهي عبارة عن R2. بالتعويض وبالحساب بيطلع الجواب عبارة عن 670 نيوتن لكل كولوم. لاحظ الأطوال مختلفة، يعني E1 عبارة عن 150 وE2 عبارة عن 670. لحساب E3 لازم نحسب R3. R3 عبارة عن وتر في المثلث القائم الزاوي اللي عم ظلله، فمعناتها R3 وتساوي لمربع، مربع الضلع الأول اللي هو 20% للتربيع زائد مربع الضلع الثاني اللي هو 60% للتربيع. الجواب بيطلع 0.63 متر. حسبنا R3. إذا هلأ بنحسب E3 بنفس الطريقة السابقة، عبارة عن ثابت كولوم مضروب بQ3 على R3 تربيع. الجواب بيطلع E3 عبارة عن 110 نيوتن لكل كولوم. ما بننسى الميكرو عبارة عن 10^6. الميكرو عبارة عن 10^6. الواحد ميكرو أو الميكرو يساوي ل10^6. لحساب محصلة المجال في الرأس الرابع علينا إيجاد هذه الزاوية لإيجاد مركبات E3 على محور Y ومحور X. هلأ هنا الزاوية هذه حسميها سيتا، اللي هي هذه حسميها الزاوية سيتا. الزاوية هذه هي نفس الزاوية هذه، حظللها سميها سيتا. بحسبها من المثلث اللي ظللناه، من المثلث القائم الزاوية. فسيتا وتساوي لتان السالب 1 المقابل عبارة عن 0.20 على 0.60 ويساوي 18. إذن الزاوية هذه عبارة عن 18. لذلك المركبة هذه عبارة عن E3 في كوساين مجاور، إذن كوساين 18. وهذه المركبة هذه عبارة عن E3 في ساين 18، لأنه هذه تقابل عبارة عن هذه تقابل الزاوية 18 وهذه مجاورة مجاورة للزاوية 18. هلأ بنحسب مجموع المركبات على المحور X ومجموع المركبات على المحور Y. ننتقل لصفحة تانية. الصفحة هذه عبارة عن E1 وهذه عبارة عن المركبة E3 كوساين 18 وهذه عبارة عن E2 وهذه عبارة عن E3 ساين 18.
ساين 18 هلا مجموع المركبة كلها على المحور X، E1 في اتجاه X السالب، لذلك بنقول سالب E1 سالب E3 لأنه بنفس الاتجاه كوساين 18. بالتعويض والحساب بتطلع عنا EX كام؟ سالب 250، سالب 250 نيوتن لكل كولوم. المركبة على المحور Y هي عبارة عن موجب E2. ليش قلنا موجب؟ لأنه في الاتجاه الموجب للمحور Y وهذا الاتجاه سالب. موجب E3 ساين 18 وتساوي لموجب 700، لموجب 700 نيوتن لكل كولوم. هلأ E total عبارة عن الجذر التربيعي لسالب 250 للتربيع زائد 700 للتربيع وتساوي E total عبارة عن 740، 740 نيوتن لكل كولوم. وينها؟ إذا نحن بنرسم هلأ هذه عبارة عن E، هذه عبارة عن EX، نشيل هذه، نستخدم مساحة، نستخدم مساحة، نمسح هذه، نمسحها، أوكي يكون أفضل. طيب هذه المركبة على المحور X EX، وهذه المركبة على المحور Y EY. هلا بنرسم اي توتال، اي توتال هي هذه، هي اي توتال، هاي اي توتال. الزاوية هذه هسميها الفا. اذا اي واي هي هي محصلة المتجهين اي 2 واي 3 ساين 18، واي اكس هي محصلة اي 1 واي 3 كوساين 18. اذا اي توتال حسبناها طلعت هذه اي توتال. هلا بدنا نحسب الفا. ألفا وتساوي لتان سالب واحد المقابل مين؟ اي واي، اي واي كام؟ كام اي واي؟ 700 على اي اكس كام؟ كام سالب 250 او 250، ناخذها كقيمة. الجواب بيطلع 70 درجة. اذا معناتها اي المحصلة، اي المحصلة المجال في الرأس الرابع يساوي 700 نيوتن لكل كولوم، ويصنع زاوية 70 درجة، 70 درجة مع محور X السالب، يعني هذه هي الزاوية. ونكون انتهينا من الحل، واتمنى تكونوا فهمتوها ووضحت. وعيدوا وعودوا، أنا حاولت ما أعود.